سيادته الموافقة على الاحتفال اليوم العظيم اللي احنا نورنا فيه أبناء السادة الضباط. وإن شاء الله بإذن الله يعني عملنا كل سنة. بس أنا هقول بس يعني حاجة بسيطة من الفكرة دي، كانت تولدت من فترة كان الجروب بتاع النادي اللي هو كان على الفيسبوك جروب نادي ضباط الشرطة، كان بيجي وبيتكلم بيقول عايزين يعني نتواصل مع أبناء السادة الضباط، نتواصل معاهم ونعزمهم في النادي. فيمكن احنا النادي اخذنا الفكره دي مع السيد لواء ابن هانم صاحب السيده الخير السيد صلاح في النادي. سيادته الحقيقه يعني يعني لن يتوالى، لكن هو سيادته طور من الفكره وكلم سياده اللواء احمد عاصي اللي سيادته برضه طبعا يعني دايما بنلاقيه في الخير وبالعرض طبعا على السيد الوزير. فالسيد الوزير وافق سيادته فور على ان النادي والضغط على الفتره الانسانيه يقوم في الحفله دي. احنا سعداء جدا جدا ان انتم نورنا في بيتكم، وان شاء الله باذن الله يكون عقبال كل سنه ان شاء الله.